يعني الجريمة اللي صارت اليوم حق الشهداء الثلاثة والبريئين، والنظام يعرف أنهم بريئين، حدثت لاسترضاء شارع مجنون بسفك الدم، واسترضاء دول تدعم نظام آل خليفة، وبغطاء سياسي من دول خيارها نظام آل خليفة. احنا قدام جريمة حدثت، تقول عنها الأمم المتحدة اليوم أنها قتل خارج القانون. هذا القتل حدث لاسترضاء سياسة والاسترضاء خيارات سياسية والاستمرار مصالح معينة. ولذلك اليوم أعتقد أن الصورة واضحة، أن دماء شباب البحرين ذهبت لخيارات واسترضاء دول، وحاكم البحرين يقول أن استمراره في الحكم سيكون حتى على حساب دماء كل شعب البحرين. القتل اليوم الذي حدث ليس قتل لثلاثة شهداء، هو جريمة بحق كل شعب البحرين، والرصاصات التي وجهت إلى قلب عباس السميع وعلي السنقيس وسامي مشامع وجهت إلى كل قلوبنا. وبالتالي لا أعتقد أن هناك من أرضية سياسية يراها حاكم البحرين موجودة في الداخل، هو ينظر إلى خياراته السياسية من الخارج وإلى استمرار الدعم الخارجي.